بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إذا طبعا لازلنا مع ليستواغ دي بوتي آن كي فولي ألي دون لا ليون. طبعا وصلنا إلى هاد الفقرات. إذا كما رأينا بيشون سيتي لان دو بير غريغوار سو ميشون ماتر لو باتي توجور إي نو لوي دوني با سوفون أ مانجي. Un jour, en revenant de l'école, Rémi aperçut le père Grégoire qui battit son âne. Rémi rentra à la maison, tout triste. Il dit à son papa, « Papa, voudrais-tu m'acheter le petit âne du père Grégoire ?»« Papa, voudrais-tu m'acheter le petit âne du père Grégoire ?»« Il est malheureux, tu sais. Il est toujours battu. Si tu me l'achètes, je le soignerai bien. » Avec moi, il sera heureux. Le lendemain, le père de Rémi alla voir Grégoire. Père Grégoire, voulez-vous me vendre votre âne? Grégoire se fâcha d'abord et se mit à crier. Mais le père de Rémi offrait beaucoup d'argent et Grégoire finalement vendit son âne. Le lendemain, le père de Rémi alla voir Grégoire. Père Grégoire, voulez-vous me vendre votre âne? Grégoire se fâcha d'abord et se mit à crier. Mais le père de Rémi offrait beaucoup d'argent. Et Grégoire finalement vendait son âne. Et dès le lendemain, au Felred, le père de Rémi. Eb Rémi alla voir Grégoire. Et dès le lendemain, Liara, Al-Am Grégoire. Père Grégoire, Eb Rémi. يتكلم مع لو بير غريغوار. إذا يقول له بير غريغوار، أيها الأب غريغوار، فولي فو مو فوند فوتخ آن، هل تريد أن تبيع لي حمارك؟ فولي فو، هل تريدون؟ عندنا لو فيغ فولواغ، فولي فو، هل تريدون؟ مو فوند بيعي أو أن تبيعوا لي فوتخ آن حماركم. فوتخان حماركم. هل تريدون أن تبيعوا لي حماركم؟ غريغوار سوفاشا دابور. الأب غريغوار سوفاشا دابور. طبعا عندنا هنا لوفاغ سوفاشي كمان نقول غاضبة. غريغوار سوفاشا دابور. الأب غريغوار غاضبة أولا. كمان نقول قبل كل شيء أو أولا إلى غير ذلك. دابور دابور يعني في أول الأمر. كمان نقول غريغوار سوف عشا دابور. إذن الأب غريغوار أنه غاضب بداية إي سومي أكريي، ثم بدأ في الصراخ إي سومي أكريي. طبعا نتكلم هنا عن الصيغة التي ذكرنا فيما سبق سو ماتر أ سو ماتر أ. ذكرنا بأن لو فيغ ماتر يعني وضع. لو فيغ ماتر وضع. إلى مي إن شميز هو وضع قميصا. ثم عندنا لو فيغ سو ماتر. لو فيغ سو ماتر عندنا سو ثم ماتر يعني وضع نفسه. ثم الصيغة التي نذكر هنا سو ماتر أ. سو ماتر أ يعني بدأ في. بدأ في يعني كما تلاحظوا بأن الصيغة مختلفة تماما عن الفعلين السابقين. سو ماتر أ يعني بدأ في أو أخذ في. إي سومي أكريي ثم أنه بدأ في الصراخ. إذن هو في الأول غاضب ثم بدأ في الصراخ. غريغوار سوفاشا دابور إي سومي أكريي. مي لو بير دو ريمي أوفخي بوكو دارجون. ولكن أب ريمي أوفخي. عندنا هنا لو فيرب أوفخيغ فعل منح أو عرض. حين نتكلم عن لوفر اي لا دوموند. لوفر اي لا دوموند هذه تنقولوا على السلعه ملي تكون السلعه مطروحه في السوق تنتكلموا على لوفر. لوفر يعني العرض، يعني ان الشركات تعرض سلعها في السوق. ثم لا دوموند. لا دوموند هذه تكون من جهه ديال الزبناء. الزبناء تيجيو وتيطلبوا نوعا من السلع على حساب كل سلعة تتختلف هاد لا دوموند، وعلى حساب كل سلعة طبعا تختلف لوفر. لوفر يعني
العرض طبعا هاد لوفر الى دوموند هو اللي تيحدد لنا الثمن. الا كانت السلعه مطلوبه بزاف بمعنى اخر الا كانت لا دوموند طالعه اذا تيكون الثمن طالع. من جهه اخرى الا كان لوفر كثير لوفر يعني العرض بمعنى اخر طرح السلعه بشكل كبير السلعه متوفره اذا هنا تيكون الثمن ديالها اقل ثمنها يقل. اذا نتكلم عن لوفر لوفر الى دوموند هنا طبعا نتكلم ايضا عن لو فيرب اوفخيغ فعل عرض يعني الاب ديال غيمي انه عرض شنو عرض واش عرض سلعه لا عرض بوكو دارجون عرض الكثير من الاموال يعني اعطى بزاف ديال الاموال عرض بزاف ديال الاموال. طبعا لو بير غريغوار اي غريغوار فينالمون فوندي سونان ثم ان غريغوار في النهايه فينالمون فوندي انه باع. طبعا عندنا بنفس الطريقه لو فيرب فوندر مصرف لو باسي سامبل اذا عندنا لو فيرب فوندر فعل باع مصرف في لو باسي سامبل اي غريغوار فينالمون ثم ان غريغوار في النهايه فوندي سونان انه باع حماره. لماذا؟ لان اب غيمي انه منح الكثير من الاموال مقابل بيع الحمار. اذا كما قلنا لو لوندوما لو بير دو غيمي ا لافوار غريغوار بير غريغوار ولي فو مو فوندر فوتخان غريغوار سو فاشا دابور اي سو مي ا كريي مي لو بير دو غيمي اوفخي بوكو دارجون اي غريغوار فينالمون فوندي سون ان. ثم غيمي انستالا بيشون دون ليكوري غيمي انستالا بيشون دون ليكوري غيمي انستالا. طبعا عندنا هنا لو فيرب انستالي بنفس الطريقة عندنا هنا لو باسي سامبل هاد الزمان هذا كما قلنا انه تيتستعمل بكثرة في القصة كما عندنا هنا. اذا غيمي انستالا اذا طبعا غيمي انه وضع لو فيرب انستالي ومن كلمة لانستالاسيون انستالي لو سيستيم ويندوز مثلا ويندوز 10 مثلا. لو فيرب انستالي المقصود بانك تضع شيئا في مكان تضع شيئا في مكان معين او تركب شيئا مثلا. على كل حال انك تتوضع واحد الشيء باش ياخذ المكان ديالو. اذا نتكلم على لو فيرب انستالي غيمي اخذ الحمار ثم انه وضعه في مكانه الخاص به. اذا غيمي انستالا بيشون دون ليكوري اذا غيمي انه وضع كما نقول بيشون دون ليكوري في الاسطبل اي لو بروسا. طبعا لو فيرب بروسي انك تمشط كما نقول هنا هو يمشطه انه يمشط شعره مثلا اي لو بروسا لو كاريسا لو كاريسا انه يلمس بيده يمرر عليه يده مثلا لو كاريسا كما ذكرنا فيما سبق لو فيرب كاريسي انك تلاطف بيدك شيئا ما. لو كاريسا سور لو بو دي ميزو طبعا لو ميزو هو هاد المنطقه الخاصه بالحمار هاد المقدمه هاد الخرطوم يسمى لو ميزو. اذا هنا عندنا لو كاريسا سور لو بو دي ميزو اذا هو كان يلاطف على نهايه هاد الخرطوم يعني المقصود انه كان يداعب هاد المنطقه قريبا من فم الحمار. لو كاريسا سور لو بو لو كاريسا سور لو بو اذا هو كان يداعب على نهايه لو بو يعني النهايه او الطرف دو ميزو الخرطوم. كار لي زان ان بيان كون لي كاريس كار لي زان ان بيان كون لي كاريس لان الحمير كار لي زان ام لان الحمير تحب كار لي زان ان بيان لان الحمير تحب جيدا كون لي كاريس بان نداعب بان نداعب الذي يقوم به غيمي كما عندنا هنا. اذا كار لي زان ان بيان كون لي كاريس دوسمون سور لو بو دو ني
لأن الحمير تحب أن نداعب ببطء بهدوء دوسما بهدوء سيغ لوبو دوني سيغ لوبو دوني على نهاية الأنف على نهاية أنفها غيمي أنستالا بيشون دون ليكوري إي لو بغوسا لو كاريسا سيغ لوبو دو ميزو كار لي زان إن بياكون لي كاريس دوسمون سيغ لوبو دوني طبعا لوني يعني الأنف إي لو دونا دو لا بون أفوان إي دي فون إذن طبعا هو كان يعطيه دو لا بون أفوان بحال تنقولو تيعطيه الخرطال الجيد إذن هو كان تعطي واحد نوع من الخرطال الجيد إي دي فوان طبعا لو فوان العشب المجفف إذن نتكلم عن نوع من الأعشاب المجففة مثلا التي توضع جانبا إذن تسمى لو فوان إي لوي دون دو لا بون أفوان إي دي فوان إي لوي دون دو لا بون أفوان إي دي فوان Il le soigna si bien que le petit âne oublia vite son méchant maître et les coups qu'il avait reçus. Iden, il le soigna si bien. Iden, هو عالجه بشكل جيد que le petit âne. بحيث أن الحمار الصغير oublia vite. Oublia vite. أنه ناسي بسرعة. Le verbe oublier هذا فعل ناسية. Que le petit âne oublia vite. بحيث أن الحمار الصغير ناسي بسرعة. شنو اللي نسى؟ Son méchant maître. ناسي سيده الشرير. Et les coups qu'il avait reçus. ثم الضربات qu'il avait reçu التي تلقاها طبعا عندنا لو فيغ وسوفوار كما تنشوفوا عندنا بالاحرى لو بارتيسيباسي الخاص بفعل وسوفوار عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل وسوفوار اذا لو بارتيسيباسي شنو سابقونا سابقو لو فيرب افوار لو فيرب افوار إذا عندنا لو بارتيسيب باسي سابقو لوكسيليير افوار عندنا لوكسيليير افوار إذا هنا عندنا لو بارتيسيب باسي سابقو لوكسيليير افوار ممكن نلقاو لو بارتيسيب باسي سابقو لوكسيليير اتر كما في أفعال أخرى على حساب المعنى ديال الفعل طبعا غوسوفوار تتصرف مع افوار ممكن أنه يتصرف مع إتر مثلا نقول إلى تيغوسي يعني هو استقبل إلى تيغوسي هو استقبل أو هو تلقي هو تلقاه واحد آخر إلى تيغوسي نصرف إتر أيضا في الامبارفي إذن هو استقبل أو هو تلقي عندنا هنا لو فيرب سوفوار فعل تلقى او استقبل الى غير ذلك تصرف مع افوار افوار كما تشوف هنا فلان بارفي تصرف فلان بارفي ماشي تصرف في البريزون ماشي تصرف في البريزون بحال اللي كنا تنشوفو مع لو باسي كومبوزي طبعا لو باسي كومبوزي كما قلنا هو زمان مركب احتاج الزمن اللي عندنا هنا حتى هو مركب اش من زمن هذا لو بلوس كو بارفي ملي تيكون عندنا لوكسيليير فلام بارفي وزدنا عليه لو بارتيسيباسي ديال اي فعل تيولي عندنا لو بلوس كو بارفي شنو تيفيد لو بلوس كو بارفي تا هو تيفيد الماضي حتى هو ماضي بحال لامبارفي بحال لو باسي كومبوزي الى غير ذلك ولكن هذا شنو الفرق بينه وبين الازمنه الاخرى ديال الماضي الفرق بين هذا طبعا عندنا هنا لو بلوس كو بارفي
ديال لو فيرب ريسيفوار. طبعا لو بلوس كو بارفي تفيد الماضي اللي تسبق واحد الماضي اخر. دابا الحمار انا شنو نسى في واحد الزمن؟ دابا الزمن هو هذا، الزمن هو هذا، ها هو وصل عند غيمي هنا، نسى هنا غيمي في هذه اللحظه هنا غيمي تهلا فيه، حتى ان الحمار نسى في هذه اللحظه، نسى شنو نسى؟ نسى واحد الفعل كان قبل من هذا الامر اللي عندنا هنا. شنو نسى؟ نسى الضربات اللي تلقى. هذا علاش استعملنا هنا لو بلوس كو بارفي، كي لافي غوسي، التي تلقاها. فين تلقاها؟ راه تلقاها هنا ملي كان عند لو بير غريغوار، وهنا ملي جا عند غيمي عاد نسى. شنو نسى؟ نسى هذيك. إذن هو ناسي هنا، هاهي عندنا لو فيرب اوبليي كو لو بوتي ان اوبليا، بحيث ان الحمار الصغير ناسية، هنا نسى. شنو نسى؟ لي كو كي لافي غوسي، الضربات التي تلقاها. اذا هنا فين تفيدنا لو بلوس كو بارفي؟ طبعا هو صرف عنده هذا المعنى ديال الماضي، ولكن ماضي تسبق ماضي اخر. اذا هنا ها هو ناسية عندنا في الماضي، ولكن الماضي اللي قبل منه الضربات اللي تلقى، انه تلقى ضربات. إذن رمي انستالا بيشان دون ليكوري، إل لو بروسا، لو كاريسا سور لو بو دو ميزو، كار لي زان ايم بيان كون لي كاريس دوسمون سور لو بو دو ني، إل لوي دونا دو لا بون افوان اي دي فوان، إل لو سوانيا سي بيان كو لو بوتي ان اوبليا فيت سو ميشون ماتر اي لي كو كيلافي روسي، اي لي كو كيلافي روسي. إلى كو كي لافي غوسي. طبعا كلمة كو كما تنشوفو تتكتب بهذا الشكل، المقصود بها الضربة، لأنه في السماع غنلقاو كلمة أخرى مثلا تنطق بنفس الطريقة. مثلا نقول لي كو دي مارشونديز، لي كو دي مارشونديز، إذا نتكلم عن أثمنة السلع، إذا نتكلم عن لي كو، ولكن تكتب بطريقة أخرى رغم انها تنطق بنفس الشكل كما عندنا هنا. وهذه على حساب السياق ديالها في الجمله. اذا نستأنف فقرة القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.